مملكة البحرين، مهد الحضارات الإنسانية ومحفل للإرث الثقافي العريق، تحمل على أرضها الطيبة المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي، الذي شارك بفعالية كبيرة في اجتماع لجنة التراث العالمي 42. فنحن نتجزأ من المركز التراث العالمي في منظمة اليونسكو، وأيضاً نحن جزء لا يتجزأ من فضاء الثقافة والتراث في مملكة البحرين أيضاً. الشعور جميل جداً، وشعور بالفخر واعتزاز بمملكة البحرين ولها الثقة الدولية لاستضافة مثل هذه الاجتماعات، وهذه بيئة أيضاً مكانة دولية لمملكة البحرين. المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي حضر لجنة التراث العالمي كجهة مراقبة. تم عقد العديد من النشاطات ومن الاجتماعات على هامش المؤتمر، و كجزء لا يتجزأ من بعض جلساته أيضاً. في واحد الأحساء تتميز بأنها أكبر واحة في العالم، تستخدم نظام ري وتوزيع للمياه متميز جداً وعلى مساحة كبيرة، وتدل كذلك على استمرارية التوطن البشري عن طريق التراث الحضري الموجود فيها والمواقع الأثرية منذ العصر الحجري إلى يومنا. شكراً للجنة التراث العالمي على اعتمادها اليوم قراراً لتسجيل مدينة قلهات الأثرية على قائمة التراث العالمي. موقع أثري قديم جداً، وكان هو مسار للتجارة ما بين الشرق والغرب، والأخوة في سلطنة عمان عملوا سنوات عديدة على تحضير ملف ترشيح متميز وعلى أعلى مستوى، ولذلك نبارك لهم هذا التسجيل وعن استحقاق وجداره. استقبل المركز المديرة العامة لليونسكو السيدة أدوري أزولاي. تطلعت إلى أن يتم التعاون بشكل مكثف أكثر من ذلك، ويعني إحنا سعيدين بهذا التعاون. وعلى هامش المؤتمر قام المركز بعقد العديد من الاجتماعات والأحداث الجانبية. كان عندنا ثلاث أنشطة، نشاطين منهم تحت نفس الموضوع وهو تراث الماء. أولاً ينظر إلى الماء من ناحية التراث الثقافي ووجهة نظره كيف يتعامل مع المصادر الطبيعية، والجانب الآخر ينظر إلى المياه من الجانب الطبيعي وكيف يتعامل معها الإنسان. وقد قام المركز بتنظيم جلسة تراث المياه، الممارسات الثقافية في الأراضي الرطبة ومواقع التراث العالمي. معرض الواحات يبين بعض أنواع الواحات الموجودة في الوطن العربي، وكذلك بعض التقنيات المستخدمة في إنشاء هذه الواحات والمحافظة عليها واستعمال المياه عن طريقها. هو كان فكرة من المركز لتسليط الضوء على أهمية هذا الموضوع بالنسبة للوقت الحاضر وللمستقبل، بحيث أنه لا يخفى عليكم أنه فيه كثير من المدن التاريخية وتراث ثقافي دمرت جزئياً، أو يعني كان فيها تأثير كبير على تراثها المبني، مما سيؤدي إلى إعادة ترميم هذه المواقع الموجودة في الوطن العربي. استضافة جلسة تثقيفية عن الدورة الثالثة للتقارير الدورية في الدول العربية. زيارة المركز من قبل ممثلين عن مركز التراث العالمي، الاتحاد الدولي لصون الطبيعة وأصدقاء سقطرى. طبعا هذا يعكس بأن البحرين اليوم أصبحت وجهة للسياحة الثقافية. تجربة إيجابية جدا. برنامج الشبابي هذا بدأ من تقريبا 15 عاما. احنا سعيدين جدا بهذا الانجازات، خصوصا ان المركز عمره صغير نسبيا، هو 6 سنوات، ولكن انجازات كبيره جدا كانت بهاي 6 سنوات الماضيه، وعم نتطلع على السنوات القادمه حاليا.